ألف بتسوانا. أستاذ خالد أهلا بحضرتك. أهلا كابتن حبيب، تحياتي كابتن ربيع. أهلا بيك يا باشمهندس، كلنا بنبارك لك طبعا، مبروك يا ومباراة مهمة جدا وثلاث نقاط غالية جدا في ظل الظروف الصعبة اللي النادي الأهلي لعب فيها هذه المباراة. الحقيقة المباراة مهمة طبعا، واحنا يعني اللعيبة الحمد لله كان على قدر المسؤولية، والثلاث نقاط دول هيدونا دفعة إن احنا نروح نلعب الترانزيت بثقة أكتر الحمد لله، وربنا يقدرنا كده ان شاء الله ونتأهل وندخل بقى الغوي اكيد. يا استاذ خالد، يعني في مقابلتك مع محمد سعيد اللي ذاعناها هنا كذا مره في قناه الاهلي، كنت حضرتك بتقول الظروف صعبه، لكن رجاله الاهلي دايما في الزمان وفي المكان. الحمد لله احنا في حفله بجد، كلام انت بتتكلم في حفله فعلا في لعيبتنا، ولحد اخر دقيقه احنا عارفين الحمد لله اللعيبه قد المسؤوليه وهم عارفين كده، والحقيقه انا برضه في السنه الحقيقه كان محفزهم، وكان مش عايز احطهم تحت ضغط، بس الحفله مباراه مهمه جدا. أكيد أكيد أول يوم أكيد، مباراة مهمة وملعب صعب جدا يا فندم، يعني كنا لسه بنتكلم عليه دلوقتي، وكمان إصابات صعبة جدا، وحكم أعتقد إن هو يعني تغاضى عن احتساب هدف صحيح للنادي الأهلي في أول دقائق. طبعا يعني مش عارف إيه داعي إلغاء هذا الهدف، وكمان إصابة جامدة جدا لجونر أجاييه برضه مش ما احتسبهاش حتى فاول. ربنا يستر، ما احنا لسه مش عارفين نعمل إيه لما نرجع إن شاء الله. يعني احنا كنا سمعنا إن الدكتور خالد قال إن الصابونة بتاعة الركبة اتنقلت من مكانها وردها له تاني. الحمد لله، يعني عاد على ما نرجع ان شاء الله، هم كتبوها في رغبه. الحمد لله دايما كله بيضحي بنفسه علشان الاهلي يكون فوق الجميع فعلا، ودي فعلا مش كلام ودي حقيقه، وبانت كمان النهارده وبتبان كل يوم. الف الف مبروك ليك يا استاذ خالد، والف مبروك للبعثه كلها، وان شاء الله مستنيين ربنا يخليك، مستنيينكم ان شاء الله نبارك لكم باذن الله. الف مبروك استاذ خالد برندلي، امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي في بوتسوانا، شكرا جدا لحضرتك. اتفضل يا كابتن. فالثوابت الفنيه اللي كانت موجوده المفروض تبقى موجوده في